مر ميثاق العمل الوطني بعدة مراحل بدءا من الأمر الملكي بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع العمل الوطني وانتهاء بالاستفتاء الشعبي. مراحل إعداد ميثاق العمل الوطني تستعرضها لنا الزميلة أماني الخليفات. مع صبيحة يوم 14 من فبراير عام 2001 كانت مملكة البحرين على موعد للانطلاق نحو المستقبل الشامل، حين أجري استفتاء شعبي على ميثاق العمل الوطني حاز نسبة تأييد شعبية وصلت إلى 98.4%. تعود تفاصيل القصة إلى نوفمبر من عام 2000، حين أصدر جلالة الملك المفدى أمرا بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني. تشكلت اللجنة من 44 عضوا برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية آنذاك الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رحمه الله، وذلك لتحديد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية. عقدت اللجنة خلال شهرين سلسلة من الاجتماعات كانت حافلة بالمناقشات والمداولات وأثمرت الكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات الإيجابية. وفي يناير من العام التالي أصدر جلالة الملك المفدى أمرا بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني. ضرب بهذا الأمر المثل في تطبيق أسمى أشكال الديمقراطية. وفي 14 من فبراير من العام نفسه أقبل المواطنون ممن بلغ منهم 21 عاما في إقبال منقطع النظير على مراكز التصويت ليسطر بذلك الشعب ملحمة من الانتماء. أبدى الشعب تجاوبا تاما مع رغبة جلالة الملك المفدى في تطوير النظام السياسي للبحرين في استفتاء عام سادته النزاهة وحسن التنظيم، وأشادت به كافة طوائف الشعب وجميع دول العالم، ووافق الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة أبهرت العالم أجمع. إذن في مثل هذا اليوم قبل 19 عاما خط البحرينيون عن بكرة أبيهم بقيادة مليكهم ميثاقا وطنيا اعتبر وثيقة متكاملة للإصلاح الشامل ومنهاجا قويما شهد له الجميع باعتباره تجربة إصلاحية ذاتية ووطنية لم تكتب إلا بأيد بحرينية خالصة.